اذن لا تزال ارتدادات احداث منطقه عين الرمانه تتناثر واخرها كان طلب القضاء العسكري اللبناني الاستماع لافاده رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع على خلفيه احداث العنف التي اندلعت الاسبوع الماضي في الداخل اللبناني، حيث اعتبرت مصادر قضائيه لبنانيه ان استدعاء سمير جعجع الى التحقيق يعتبر باطلا وذلك لكون التحقيقات التي اجريت لدى مديريه مخابرات الجيش يشوبها العيب، اذ ان الموقوفين تم استجوابهم من دون حضور وكلائهم القانونيين في مخالفه صريحه للنصوص القانونيه. الامر الذي يضع مفوض الحكومه لدى المحكمه العسكريه القاضي فادي حقيقي ومديريه المخابرات في موقع الشبه وتجدر الاشاره الى ان القاضي فادي متاهل من قريبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو طرف اساسي في الدعوه الامر الذي يفرض عليه التنحي في هذه الحاله.